نعم، الآن الساعة 6 بالتوقيت المحلي هنا، الصناديق تفتح في 7 بعد الساعة. فلوريدا ولاية كبيرة جدا تشكل 170,000 كيلومتر مربع، لهذا يعني نحن نرى أن بعض المناطق تأخذ التوقيت الشرقي والبعضها يكون على التوقيت الغربي، ويعني البن هاندل تفتح في أعلى فلوريدا، تفتح صناديق الاقتراع فيها بعد 2 ساعة. نحن نتوقع يوم انتخابي حاشد اليوم تحديدا في الصباح الباكر. أعتقد أن المواطنين سيتوجهون لأقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الصباح قبل الذهاب إلى مراكز عملهم، علما أن هذا اليوم هو يوم عمل عادي في هذه الولاية. يجب القول أن المناصب التي يتم التنافس حولها اليوم هي منصب الحاكم بين رون دي سانتس وكريس وايت، ومناصب السيناتور، منصب للسيناتور و27 مقعدا في مجلس النواب، بالإضافة إلى المجالس التشريعية ومنصب المدعي العام والمدعي المالي ومفوض الزراعة، بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي تتعلق بالضرائب وأيضا بالدستور الأمريكي. نحن يعني هنا بانتظار فتح صناديق الاقتراع وللتوجه إلى هذه الصناديق. ما الذي ركز عليه المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون في هذه الانتخابات من قضايا تهم الناخب الأمريكي ربما لها خصوصية في فلوريدا أكثر من باقي الولايات؟ في فلوريدا الناخب يعني أهم بند ينتظره هو الموضوع الاقتصادي، بسبب يعني حالة التضخم وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الولاية منذ ما بعد عصر الوباء، أو منذ ما بعد أن استلم الرئيس بايدن الرئاسة الأمريكية. من هنا فهذا هو الموضوع الأساسي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق أيضا موضوع البلاد بشكل عام، المشاكل الأمنية التي تحصل من هنا وهناك، وأيضا يعني الأعاصير التي تتوالى على هذه البلاد. يعني هناك أعصار أيان الذي ضرب منذ مدة، حتى الآن لم يتم بناء أو تصحيح المشاكل الموجودة في منطقة فورت مايرز التي لم تتمكن اليوم من التصويت كما في غيرها من المناطق، بسبب عدم وجود فقط 7 مراكز اقتراع، ولكن يعني برغم كل التسهيلات لن يكون هناك مشاركة فعلية في هذه المناطق.